المهم اليوم يا شباب راح نشوف خدع واشياء راح تفيدنا ايضا في حياتنا، فيعني بيعلمنا بعض الاشياء اللي نقدر نسويها. اكثر شيء شدني في المقطع هو صوره المقطع نفسه، فخلونا نشوف يا شباب مع بعض. طبعا الحبيب جاب تويكس و وموزة. الو اوكي. اه والله ما ادري ليش احس ان الطعم بيطلع قوي. ايش رايكم كتبوا تحت في الكومنتات، تتوقعون الطعم راح يكون قوي ولا لا؟ الو الملابس اتلعوزت. انزين شو الخطه وش الشيء اللي بيسويه علشان يمنع هذا الشيء من انه يصير؟ زين اوكي، فكره رهيبه وقويه بهالطريقه، ما راح يكون في تسرب نهائيا. حلو، طبعا ضبطت الحركه مثل ما هو يبي. انزين وش الفكره بالضبط؟ بقص العلبه من الجهتين. اوكي شال كامل، يعني هل الفكره انه يشيل؟ لا الفكره مو يشيل كامل، لا الحين الفكره بتكون خلونا نشوف. ها فرشات اسنان، اوكي شكله بيقصها كان بالنص. اوكي شباب كانه شيء غريب. كيف فهمت؟ علشان يحفظها من التلوث والاشياء هذه خليها داخل ويقدر يستخدمها في الوقت اللي يبيه، لان عاده يعني اغلب الناس الله يكرمكم يخلون الفرشات الاسنان في الحمام يعني. ف يا هالطريقه افضل. يا حبيبي زين يا حبيبي اعلان وسط المقطع اللي قاعد اشوفه. اوكي نرجع للمقطع بعد اللي صار قبل شوي. اوكي واضح ان الطعم بيطلع نار، صار سوشي. زين اللي بعد الحين جاب بيض، شو الخطة بالضبط وش اللي بيسوي بالضبط في البيض هذا؟ هو مو الفكرة انه ياخذ البيض، اتوقع ياخذ حق البيض علشان التهوية، التهوية حقت اللابتوب تكون افضل بالطريقة هذه، لان مثل ما تعرفين اللابتوب يعني يحتاج شوية تهوية، بعض الاحيان تسمع فيه صوت قوي وما شابه، وبالذات ان اللابتوب ياخذ الهواء من تحت، فلما تسكر من تحت خلاص ما راح تصير حرارة شوي سيئة في الجهاز نفسه. انزين اللي بعده جاب طماطم، لا تقصي لك بس ما ابغى اشوف ايد تنقص لو سمحت يعني. زين قصصها بطريقة غريبة، طبعا هو كل شيء يسويه في منه فكرة. شنو هذا؟ الشكل يعني؟ هلا بوي شكل. اوكي اللي سواه كله عبارة عن شكل، جاب الوان صبغ اظافر. اوكي طبعا ما بيصبغ اظافر اكيد. هذا اللي توقعته، اتوقع هاي الطريقة عشان ينظف ال هذه ما ادري ايش اسمها صراحة، المهم الفرشاة نفسها. ها؟ لا والله ما يبغى ينظفها. ايش قاعد يسوي هذا؟ تو قاعد تنظفها. ركبها في قلم. اوكي فهم 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 فهم. فرشة تلوين. اوكي حلو 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 حلو. اللي بعده. اوكي سوى مثلث. بيسوي نفس الشيء اللي سواه قبل شوي، وهو انه بيسوي كمسننات. شنو الفكره بعد؟ بيقص المسننات. اوكي ها هو الشكل حلو بس ما اعرف ليش لحد الحين هو قاعد يسوي هذا الشيء. حلو شو بيسوي؟ قهوة؟ ها؟ ها؟ استخدم القهوة كرمل. كان يمديه يجيب رمل أفضل. كان يمديه يجيب رمل أفضل، والله أفضل من الشيء اللي سواه. ما أعرف ليش سوى هذا الشيء. المهم جاب ألمنيوم وجاب موزتين. شو الفكرة بالضبط؟ زين؟ أوكي. شباب ليش سوى ذيك الحركة؟ خبروني ما فهمت بالضبط. المهم جاب مسامير حطاهم في الموز.
هذا الظاهر صورة المقطع، اتوقع هذا الشيء الخاص بصورة المقطع اعتقد. يعني كيف تقدر تشحن جوالك بالموز؟ اي والله يشحن يا شباب. اوكي، واعتقد الموز يمكن في شنو اقول لكم، ما بتفلسف لان يمكن يطلع مو صدق. لا بس المفروض انه صدق. حركة يعني، بس ما اتوقع انه في اي احد في العالم بيسوي الحركة هذه، لانه فعليا حركة متعبة. هلا بوي، وش بيسوي؟ ما اتوقع بيكتفي بهذا الشيء. يب، كالعادة بيجيب الموز، قصص الموز، شال القشر وبدأ يحط الحركة هذه، فسوى ساندويتش موز بنوتيلا. وروح يا حبيبي، وشنو هذا بعد؟ الظاهر حط جبن فوق، اعتقد جبن او زبدة يمكن. ويلا روح، زبدة الظاهر. اهو، هلا ابوي. عاد الطعم ما ادري صراحة، المفروض انه يكون الطعم المفروض يكون جيد. في احد منكم جرب هذا الطريقة هذا او هذا الشيء؟ اكتبوا تحت في الكومنتات، لان اكيد يعني يمكن في بعض الاشياء مرت عليكم من قبل، يعني مستحيل ولا شيء من الاشياء اللي سواها ما مر عليكم. انا ما في شيء مر علي يعني حد. فمو مستحيل. اوكي، بهالطريقة يقدر يغير اللون حق اللمبة، فحولها للون الازرق. المقطع اللي بعده راح يكون شوي مختلف، صاحبنا راح يسوي شيء شوي غريب، راح يصبغ الكفر حق الجوال وراح يسويه بصبغة الفضاء. نشوف مع بعض، ما نطولها، وخلونا نشوف يا شباب كيف راح يقدر يسوي صبغة الفضاء حاليا. اوكي، الظاهر ان المقطع نفسه ما فيه صوت الى حد الحين. انزين، هذا هو الكفر حق الجوال نفسه. اوكي، جاب علبة، حط ماي، وهي الطريقة اللي دائما الناس يسوونها، في البعض يسوي هاي الحركة انه يحاول انه يصبغ بعض الاشياء، فالحبيب بيصبغ كفر، فبنشوف الكفر اللي بيصبغه. هو على حسب صورة المقطع انه كأنه بيصبغ الجوال كله، بس اللي قاعد اشوفه كفر يعني. على اي حال، جاب الصبغة، خلونا نشوف كيف بيصير الموضوع. صبغة بنفسجية، حط فوقها لون ازرق. لازم يصبغ الاثنين مع بعض، والظاهر بعدها بتطلع الصبغة المطلوبة. شوفوا، بدأ كأنه شوي يتكون اللون المطلوب اللي المفروض انه راح يستخدمه في الفيديو، بس لحد الحين يعني اللون ما قاعد يطلع صح، احس انه بياخذ منه وقت. دقيقة، ليش القفاز؟ عشان بحطه خلاص. اوكي بحطه، خلينا نشوف. يلا اوكي، حلو. المفروض الحين الطريقة تضبط، بدأ يشيل الشوائب. لا 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 لا، بتطلع صبغة رهيبة ومجنونة، يا ساتر. شوفوا كيف، لا أهني. انزين، ينتظر عشان يجف، الحين جف، احس اللون اللي في الوسط بس شوي. بيبتدي يسوي النجوم الحين، فعليا بيستوي بالطريقة المطلوبة. اوكي، حط فوقه، وش دقيقة، صمغ، اعتقد صمغ. اذا ما خاب ظني صمغ، هذا بيصبغه كامل بالصمغ، او بيخليه كله فوقه صمغ علشان يصير يلمع، يصير فيه لمعة. شوفوا كيف صار، فعليا صار في لمعة. طبعا اكيد انتظره يجف، انا بشوفه على الجوال كيف بيطلع. خلونا نشوف كيف بيطلع على الايفون نفسه. لا 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 لا، رهيب، كأنه رايح محل ومشتري الكفر، ما كأنه مسوينا بنفسه. تجربة حلوة ورهيبة، وهنيه على الشيء اللي فعليا هو سواه. ايش هو هذا المقطع بشكل كامل؟ لا تنسوا كلكم تشتركون في القناة، تضغطون زر اللايك،
وايضا عندكم قناتي الرئيسيه، الرابط حقها موجود تحت في الوصف او الديسكربشن. نشوفكم على خير باذن الله في مقاطع اخرى، ومع السلامه. اللايك امر مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله، تقدر تشترك في لحظه تراهي ما هي حيله. اما